السلام عليكم. اليوم راح أذكر لكم خمس ألعاب أثرت في عالم الألعاب وأضافت أفكار جديدة لها خلت الكثير من الألعاب تتبعها. أول لعبة معانا هي Resident Evil 4. اللعبة العظيمة Resident Evil 4 قدمت فكرة رائعة في عالم الألعاب وهي الكاميرا من الكتف، وكانت جميلة جدا وقتها، وإلى الآن الفكرة تستخدم في ألعاب كثيرة مثل Gears of War. وثاني لعبة معانا أو لعبتين هي كاسلفينيا ولعبة مترويد، وقدموا لنا فكرة جديدة اسمها المتروفينيا، وهي انك تكون محبوس في مكان كبير مثل قلعة كبيرة او كوكب، وتحاول تروح منطقة لمنطقة عشان تدور على مفاتيح او حركة جديدة عشان توصل منطقة معينة، وتكون في خريطة تساعد على الاستكشاف وتفتح معاك المناطق فيها كل ما استكشفت اكثر، واحيانا تضطر انك ترجع الى اماكن قديمة كانت في بدايات اللعبة. والعاب استخدم الفكرة هذه مثل Resident Evil 1, Strider وأوري and the Blind Forest. وثالث لعبة معانا هي لعبة زلدا أوكرينا أوف تايم، وهي جابت فكرة وتقنية رائعة فادت عالم الألعاب بشكل كبير، اللي هي الزي تارجت أو التصويب الآلي على العدو. وهذه الفكرة سهلت ألعاب كثيرة ثلاثية الأبعاد من ناحية أنك تركز على العدو من غير ما تنشغل في تغيير الكاميرا، وفي ألعاب كثير تستخدم هالتقنية، من أبرز الألعاب دارك سولز وأيضا ديفل ميكراي وغاد أوف وور أساسن كريد وكثير من الألعاب. رابع لعبة معانا هي لعبة شينمو. شينمو قدمت الكويك تايم ايفنت او الكيو تي اي، وهو انه يكون في مقطع في اللعبة او مقاتلة مع العدو ويطلب منك تضغط زر معين في الوقت المناسب عشان تقدر تفوز عليه، واذا اخطأت واحد من الاثنين، يعني انك تتضرر او تموت او احيانا المشهد يعدي ولا كأنه صار في شيء. وهي معروفة اغلب الالعاب الكبيرة مثل God of War, Resident Evil 4 وHeavy Rain وكثير من الالعاب. اول لعبة جابت هذه الفكرة كانت لعبة دراجونز لير عام 1983، وأفضل لعبة أتقنت الفكرة هي لعبة شينمو. وخامس حاجة معنا ما هي لعبة، هي الرامبل أو اهتزاز اليد. أول ظهور لاهتزاز اليد كان من شركة نينتندو على جهاز نينتندو 64، وكانت فكرة أنها تشتغل الهزاز في قطعة خارجية تركبها تحت اليد نفسها، ونزلت مع لعبة ستار فوكس 64، وكانت لما تضرب بالطيارة أو تنضرب تهتز اليد معك. ويد بلايستيشن 1 أول فكرة دمجتها وهي أنها دمجت الهزاز نفسه في اليد نفسها، والآن 99% من الألعاب فيها ميزة الهزاز في الأيادي. وهذه كانت لائحة خمس ألعاب أثرت في عالم الألعاب، عطونا رأيكم فيها وقولوا لنا هل في ألعاب ثانية أو خلينا نقول أفكار ثانية ما تكلمنا عنها، اكتبوا تحت في الكومنتس اللي تقدرون عليه. كما كفاية الشيحة، شكرا متابعة، مع السلامة.